ازيك يا بيوم؟ صباح الفل يا ست جمال. صباح الهنا يا هيمة. ازيك يا هيمة؟ الحمد لله. ما تجيش بالك ليه؟ انت عاجبك الحال في مصر؟ ارجع ازاي؟ وارجع ليه؟ ترجع ليه؟ تزرع الارض. يلا يا عم احسن اتاخرنا على الست. يلا يلا يا ست جمال. اكرميهم يا ست جمالات، حضرة العمدة عمدة بلدنا. ايوه جاي. يا صباح الفل يا بنتي، تعالي تعالي. خش يا جمالات. خش انتي، خش استري نفسك، معي نشوف بره. مين يا بنت؟ الواد بيوم السايس ومع حضرة العمدة. بس كده؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا، اتفضل يا بيوم، اتفضل يا حضرة العمدة. يا دكتور يا اهلا بيك يا الكل. اتفضلوا اتفضلوا. ايه؟ شكرا. منورين. اي خدمة يا عمدة؟ احنا جايين النهاردة نقابل الست عزيزة عشان خاطر فرح ابن حضرة العمدة. الف الف مبروك، الف مبروك يا عمدة. ده احنا خدامين العمدة وابن العمدة. اهلا اهلا يا بنت. اتفضلي يا ست الكل. ده بيوم بشكر فيكي. طبعا يا عمدة، ما هو بيوم عشرة عمر. اللي قولي امتى الفرح ان شاء الله؟ يوم الخميس الجاي. خلاص يا عمدة، جهز لنا انت العربيات واحنا جاهزين على بركة الله. بقول لك ايه؟ ما تعرفش تشوف لنا بنت كده اهوت لهلوبة وتقدر تشيل حمل البيت؟ جراية كمان، امال البت اللي جبتها لك الاسبوع اللي فات راحت فين؟ يوه، انا في المعلمه الصبح ما لقيتهاش. ما لقيتهاش برضه؟ ايه الحكايه البنات اللي بتختفي من عندك دي؟ لازم معالي هو اللي ورا الحكايه دي. بقول لك ايه؟ انت مالكش دعوه بقى باخويا علي، المره دي انا المسؤوله عنها. ماشي، اديني فرصه يومين ثلاثه واشوف لك بنت تاني. كده يبقى هحللك بقى. هم دول 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 هم
سلمنا القلب ليه، سلمنا القلب ليه، اتاريهم غدارين ويا ريتنا ما بيناهم ولا كنا حبيناهم، ويا ريتنا ما بيناهم ولا كنا حبيناهم ولا كنا حبيناهم. حسبت علينا هم دول، هم دول، هم دول الكتابين، هم دول، هم دول، هم دول المتاهين. يلا يا أوسة، يلا يا عبلات، يلا يا علي. شوفي يا أوسة، عمي رق ماشي في سكه مش سكته ابدا. ربنا يستر يا بلدي. طب انت تروحي بقى وما تنسيش فرح العنايات بكره. ربنا يتمم لها بخير. انا اسف. ما تمدي يا علي يا رق. ايه يا استاذ عزيز؟ طبعا خلصت من الحاوه. لا ما تغني الحاوه بخيرها. طب خلاص روح حصص بقى مع الالاتاي. من عناي. سلام. مع السلامه. اهلا رق. اهلا ريما. انت بتمسح ايه؟ بس عارق يا جدع. عارق قد ايه؟ ايه يا جدع؟ انتوا حتى عارق انا باصين لنا فيه. الله يحكيكم معانا بالظبط. الله. اهلا فؤاد. ما مسح ناس كويسه. ازيك يا ايمه؟ ازيك يا فؤاد. ايوه جاي. ازيك يا فؤاد؟ يا اخبارك عمران بيه؟ كله تمام والبركه فيك يا ابو علو. يا راجل عيب ما تقولش كده. انت مهما كان فرد اخت نصف عزيزه كبيره وبعدين خطيب اخت جمالات اللي هي جت. بقولك ايه؟ وحياك راحتك لوسط عبد الحي. ما تجيب سيره لاختك عزيزه ان انا وديتك عند القران فيه لحسن تعمل لي ازعلينا. واختك عزيزه صعب قوي. ابو علو ما تخافش، كله في التمام وفي الكتمان. عن اذنك بقى عشان اشوف جمالات. خدي يا جمالات. ياخد عدوينك يا حنينه يا ام قلب حنين. انت سايقه عليكي النبي بقى، ارد على سي فؤاد. يا بنت ما انا راضيه عنه، لولا شغله عند برهان سيد محاسب ده اللي خلاني خدت على خاطري منه شويه. ياه بيكون نفسه. شوفي البيت. يا ريت بقى تتممي جميلك وتجوزينا لبعض. اهو الواحد يلحق يخلف له عيل، اسمه عمل حاجه بدنيته. يا حلال جيت في وقتك. ايه؟ واضح ان انتوا بتجيبوا في سيرتي. مساء الفل على احلى اخت في الدنيا. ابعد عني ومالكش دعوه بيا. ايه يا عزيزه؟ برضه عشان حكايه شغل مع برهان بيه. اسم الله، هو بقى بيه؟ يما بكره نسمع ونشوف. يا عزيزه يا حبيبتي، ده انا تقريبا ماسك هناك كل الشغل. وبعدين انا المدير بقى. مدير؟ يا فرحتي يا هنايا. ما تفرحيش قوي يا اختي، احنا عارفينه بيشتغل ايه. ايوه في شركه سياحه، مكتب استيراد وتصدير. ده اللي قدام الناس بس، انما المستخبي محدش يعرفه غير ربنا. يا عزيزه مفيش حاجه اسمها مستخبي. وبعدين راجل كتر خيره وانا ما شفتش منه غير كل خير. وعلى فكره بقى ده بيقول انكم معرفه قديمه وكمان بعت لك السلام. يا فؤاد، يا فؤاد انا خايفه عليك، مش عايزه اخسرك زي ما خسرت جوزي. برهان ده سكته سد. اعمل معروف، سيبه وتعالى اشتغل معانا. نعم. يا عزيزة أنا لو كنت عايز أشتغل في قار العوالم ده كنت اشتغلت من زمان. كده؟ طيب يا فؤاد، إن ما كنت تقول يا ريت اللي جرى مكان ما بقاش أنا. يوه ما خلاص بقى يا قبلتي، مش كده أمال؟ ما تسمع كلام أختك يا فؤاد، أختك قلبها عليك. الله. مفيش فايدة. ألو؟ ايوه كنت انا برهان. لا يا فندم رجاء ما قلتليش حاجه. برهان خف اللعب شويه لغايه ما تخلص حركات الشرطه ونعرف راسنا من رجلينا. ايوه، وخلي الواد فؤاد اخو عزيزه ما شاء الله
يحضر لنا تلات بنات على الفرازة. أنا تحت أمرك يا فندم. روح يا رجاء خليهم يعملوا لك قهوة لفؤاد. إيه الأخبار يا برهان بيه؟ روح أنت بس. على فكرة فؤاد تبقى تروح تستلم الشقة في العجوزة. الشقة تاني يا برهان بيه؟ إحنا شغلنا بيتوسع وأديك شايف. بيجي لنا السياح من كل أنحاء العالم. أيوة بس يعني الشقة دي هتتكتب باسم مين؟ باسمك طبعا. ايوه بس يعني سعادتك كده هيبقى عندي شقتين وثلاثه واربعه وخمسه وانا حامل العلامه البتونيا غيرك انت. تشكر ابو هربي على الثقه الجاليه دي. ثقتي يا راجل ما تقولش كده يا ثقه. ده انت تاكل غاليه عزيزه. اديس فين يا فؤاد بيه؟ نعم، ايه الاخبار؟ كله تمام يا بيه. تاخد بالك من الشقه كويس. ثانية يا بيه. تجيب حاجة حلوة للأولاد. لكن يا نعيمة يا نعيمة. بتنادي يا سيدي يومي؟ تعالي اقعدي يا نعيمة أنا عايزك. حاضر. بقول لك إيه؟ نعم. قلت إيه بقى في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ بصراحة يا سيدي يومي أنا عمري ما رحت مصر. يعني أنت هتروحي فين يعني؟ ده حتى هناك أحسن من هنا، وعلى الأقل تنسي جوزك ألف رحمة ونور عليه. إن جيت للحق أنا خايفة. خايفة من إيه؟ ده الواد هيما ابن بهانة قاعد هناك من مدة. خلاص اللي تشوفه يا سيدي يومي. تطلع عادي دي نعيم. نعيم نعيمة مين؟ نعيم البنت اللي وصلتيني عليها. احنا كنا في القطر. من اللي كنت مكسوفة. طب قومي ايه يا بنت مالك فيك ايه؟ الحمام من هنا. يلا يا حبيبتي خشي واقفل على روحك كويس بنت باش. ايه رايك بس؟ رايي ايه يا راجل؟ خلاص الدنيا زرقت عليك من القشه اللي دي. دي بنت شاطره قوي، ابوها راجل غلبان وهيرضى بقليله كده. يبقى تستاهل احللك بقك. خد مش خساره فيك. نتعب ده بس يا ست الكل. نتعب يا ست الكل وحط في جيبك. بنت نعيم تعالي سلمي يلا على ست الجمالات. اهلا ست الجمالات. استغفر الله. بقول لك يا بنت نعيمة اي حاجه تقول لك عليها ست جمالات تقول لها حاضر طيب نعم. حاضر طيب نعم. مش هوصيك عليها بقى ست الكل. لا اطمن دي هتبقى في عينيا الاثنين. اتكل انت على الله يا اخوي. سلامة يا ست الكل. سلام. قولي يا بنت مالك مرعوبة على طول كده ليه؟ ما عندكيش هدوم تاني غير دي؟ لا طبعا عندي، عندي هدوم بلمبين كده؟ أيوة. ايه ده؟ ليه فا؟ شعرك ملبس يا بنت، يا بنت خش خش الحمام اغسلي الجلخ اللي على جتتك ده انضفي شوية، اتحركي قدامي ما تترقشيش يا بنت خش. سيبوا اتفضل. مفيش وقت ها؟ جاهزين؟ واحنا نقدر نقول لا لاخو الوسطى؟ من النهارده يا وسطى مفيش وسطى. تاخدوا العنوان دوت وتحصلوني عليه بسرعه. وكلنا جاهزين يا فؤاد بيه. تعاكي تعاكي. تعاكي يا بنتي نزلي الجلف اللي على جثتك ده. الله يا ستي جمالات الميه حلوه بتاعك. ايه ليه؟ بس ما فيهاش ميه؟ ايه ما انا مستحفيه الشهر اللي فات. الشهر اللي فات؟ عشان كده الجلف مش عايزه اطلع من جثتك. تعاكي تعاكي يا ايه ده يا
بنت؟ انت ما لكيش حد؟ لا كنت متجوزه ودلوقتي قاعده مع ابوي. امال باظت فين؟ ماشي انت يا جمالات. ماشي يا حبيبتي ادعك نزلي الجلح ده كله. بص انا عايزه اشوفك كله. يعني ايه؟ كله فاضي ونشفي جسمك كويس. فاضي مش عايزه اشوف نقطه ميه في شعرك. نايم تجنني. بتعمل ايه؟ مين الموزه دي يا جبلان؟ انت هتجنني. يا بنت يا بنت عليكي بالترباس يا بنت. فوت قدامي فوت قدامي يا اخي. ساتر انت ليه ما عرفناش مع بعض؟ اوامر برهان بيه
واحنا تحت امر برهان بيه. يلا يلا. توديني عند القسطة بكرة لما الجو يروق. قومي شوفي مين. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا نعيمة. اهلا 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 يا قبلتي. نورت المكان. اتفضلي. مين دي يا جمالات؟ دي البت اللي وصيت عليها بيوم. بتفهمي في شغل البيت يا بنت؟ ايوه طبعا بنعرف نعمل كل حاجه. طب روحي اعملي لي فنجان قهوه ساده. يو ما تتحرك يا بنت. حاضر حاضر. يا نهانة ده نور النهارده. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. الا قولي لي انت جايه منين؟ رحت عند برهان وجبت من الطين وحطيت فوق دماغي. يو لكن ايه الفايده؟ اخويا اللي من لحم ودمي ما بيسمعش كلامي. ولا يهمني، بكره يفوق ويرجع لك. انا حتى بقالي مده ما بشوفوش. على فكره ما تنسيش فرح الدراسه بكره. ايه؟ يبقى خلاص ابعت لك البيت. وبيعديها بكره وانت جايه. خلاص. ولا اقول لك خليها بعد فرح العمده. الفلوس اللي بتكسبها بتروح فين يا علي؟ يا فلوس بس اللي بتروح يا بيه. لا الفلوس بتروح والعقل بيروح. يعني الله جاب الله خد الله على العرض. ايوه بس انت فنان والمظهر مهم. مظهر هو الكيف والقمار يا بيه يخلي الواحد مظهر. علي عزيزه ما شاء الله جت وعملت غاده. ليه؟ عشان اخوها اللي هو خطيب اختك. ما انا قلت لك الواد ده هيجيب لك وجع دماغ وانت اللي اصريت عليه رغم ان انا كنت شغال معاك بضمير وبمرض الله. انت اصلا في دماغك حاجه واحده بس انما هو له مزايا كتير. اولا مش بتاع كيف يعني كارت جديد انما انت بقيت كارت محروق. علي عزيزه بتعمل فرح فين الليله دي؟ في الدراسه. ما عندي وفيك رؤية مزيكا ما عندي وفيك عرفت ما الحلوة جايبة المزيكا ونلت ما والله كل وأنتيكا ودي فرقة حلوة مش ناس ونوتيكا ضقي 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 يا مزيكا. عرفت ما الحلوة جايبة المزيكا وليلتنا والله كل وانتيكا ودي فرقة حلوة مش ناس ولوتيكا دقي 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 يا مزيكا دقي يا مزيكا ناو انجوزيكا دقي يا مزيكا ناو انجوزيكا عرفت ما الحلوة جايبة المزيكا ويلي
نقاتي يلا يا حلوة صغرتي وانتي يا حلوة نقاتي عرستنا الحلوة جايبة المزيكا وليلتنا والله كل وانتيكا ودي فرقة حلوة مش ناس بلوتيكا دقي 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 يا مزيكا دقي يا مزيكا لا ودقيكا دقي يا مزيكا لا ودقيكا عرفتنا حلوة جايبة المزيكا ولبنا والله كل وانتيكا ولبنا حلوة مش ناس بلوتيكا دقي 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 يا مزيكا عرستنا حلوة زي القمر ويا عريسها أحلى السهر عرستنا حلوة زي القمر ويا عريسها أحلى السهر يلا يا حلوة زغرت وانتي يا حلوة نقات يلا يا حلوة زغرت وانتي يا حلوة نقات عرستنا الحلوة جايبة جايبة وليلتنا والله كل وانتيكا ودي فرقة حلوة مش ناس بلوتيكا دقي 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 يا مزيكا بص كل سنة بص كل سنة في ايه؟ ايه اللي حصل يا جماعة؟ في ايه يا عزيزة؟ ابعد انت مالكش دعوة. ايه اللي حصل يا جمالات؟ انا يا اخويا معرفش حاجة. احنا اتخذنا كلنا على اخوانا، هم انضربوا وانا جريت. وانت مش كنت معاهم يا علي؟ كنت معاه. يعني كنت عاوزني اعمل ايه؟ ده جيش يا جدع. انا معرفش العصيان والمقاشات دي جات لنا منين؟ يا ابوي دول من كوكب تاني، دول مش بني ادمين يا جدع. انا مش صعبان عليك غير حاجة واحدة بس. ايه هي يا سيدي؟ الحلوة ما خدناش منها حاجة. خدي طب دول يا عزيزة وخليهم معاك. ايه هتديني تعويض يا فؤاد؟ جمالات خديني على اوضتي، فلوسك تحرم عليا اليوم الدين. على مهلك على مهلك، تسند عليا. هات انت بس الفلوس وانا حروقلك الجو. ليه دي نعمة واللي كرهها يعمل. عموما اللي احتاجه عادي يحرم على الارض. انتوا مالكم تبصوا كده ليه؟ ايه؟ ده انتوا ولدية خلفة قوي صحيح. انتوا عمركم ما شفتوا نعمة؟ ده انتوا صعب، دي فلوس ناس يا ناس. انت فاضي عبد الحي؟ ايوه انا فؤاد عبد الحي. طب في ايه؟ ايوه يا باشا ارفع طلب. يا لابي ربنا يخرب بيتك ونشوف مين يوم يا رب. هي دي شركة السياحة يا فؤاد، ربنا يتمن. هو ده؟ ايوه يا بيه، هو اللي ودانا وخدنا هناك. ربنا يتمن لك يا جماعة. أنا مصدوم يا بيه والله، أنا ما فاهم حاجة دلوقتي. تفهم طلب البنات دول؟ أنا موسى وسميكة ونوايا يبقوا مش هتتقبل. سيدي بابا يا عمي، اوعى تجيلي. ايه؟ لا ايه؟ انت جبته هنا؟ اخوك فؤاد كان عايز يمشينا في البطاله. فشل فؤاد عمره ما يعمل كده. امشي يا بنتي جوه، ربنا يتقل منه يا رب. خش يا بنت خش يا بنت خش يا بنت. يا بنت اخويا فؤاد مش ممكن يعمل كده، مش ممكن يعمل كده. اهدي براحة فؤاد، مش ممكن يعمل كده. مش ممكن يعمل كده. مش كده، اهدي.
انت بتعمل ايه هنا يا سعاد؟ بشرب يا بنت. تشرب؟ ايه بلاش اشرب. طب انا يا اخويا هقوم اجيب لك تشرب. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت؟ يا بنت انا عندي رقه بنت برق مع اللي برق معاها يا بنت. هي ست الجمالات راحت فين؟ ست الجمالات ايه بس؟ راحت عند اللوسط. طب وانت ما رحتش معهم ليه؟ اروح فين يا بنت؟ عايزين اروح النيابه برجليا ولا ايه؟ طب بقول لك ايه؟ اطلع اخويا بره وانا هجيب لك تفطر. افطر هو ده ولا تفطر؟ انا ما اعرف يا سعادي، انا ما اعرف يا سعادي. ابوس ايدك يا سعادي، استر عليا. ابوس ايدك يا سعادي. لا فؤاد، ليه عملت كده؟ أرجوك مشيني من هنا. فؤاد، فؤاد، فؤاد. اهدي يا بنت، مش كده. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فؤاد عبد الحي بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. خيرك يا سعدي. ابدا ما اتحكم عليه واللي كان يا هيمه. يا اختي ما تقلقيش من نفسك كده يا بلاتي. يو شده وتزول. تزول ازاي يا جمالات؟ دول 3 سنين. 3 سنين. يلا 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 يا اخويا. شو هو يا ماما؟ يا اخويا يلا يا ست جمالات، اعملي معروف لما تيجي تخرجي بقى خديني معاك. ليه في حاجه؟ سايقه عليكي النبي، ما تسيبيني لوحدي في البيت. لا ما تتكلمي، حصل ايه؟ اصل وانا مطوعه. ها؟ سهري تهجم عليا. وشها. انا فاهمه كويس يا علي، بعد ابو البنت دي ملهاش عاد هنا من النهارده، هتروح للوسطه وهي محتاجاها اكتر مننا. ليه بس يا جمالوت؟ يلا يلا لمي هدومك عشان اوديك عند اللوسطه. اتحركي. حاضر يا ست. يا اخي يا اخي انا عايز افهم، انت بتغوى ايه فيهم؟ هما اللي غاويين يا جمالوت. الناس ماتت في البخان عشان احنا الناس. هو انت هو اللي هيعملها. مالكش دعوه بيك. اقعد انت. ايه بريانة تطوروا؟ انا اسمي حسن الحلو، فؤاد عبد الحي. جاي فين؟ اكثر من خضرات. عامة ما تزعلش كده، هما بيعملوا كده مع المستجدين. معرفش جرى ظلم. بس انت بقول لك ايه؟ ننام لك شوية وبعدين نتكلم بكرة. كمل كلام بكرة. فؤاد مالك يا فؤاد؟ مات يا بنت، تعالى معرفك على هيمة. يا هيمة، هيمة ست جمالات. هيمة ازيك يا هيمة؟ نعيمة بنت ابويا. عوف. الله الله الله، ايه يا اولاد انتوا طلعتوا تعرفوا بعض؟ يو ده رد عليا. ده ازاي يا اخويا تمام يا ست جمالات؟ انت جاي تعملي ايه هنا يا نعيمة؟ شغالة عند الناس كده. عملتي طيب الست عزيزتي اصيله، عوزتي اي حاجه وبقولي لي يا نعيم. تعيش يا اخويا. دايما كريم. عن اذنك يلا حتى عشان يلا يا وبعدها لك يا اختي. ده اخويا يعني ايه؟ اخويا اللي ما عنديش غيره اتاخد على اخواني يا حبيب عيني. استاذن احنا. مع السلامه. متشكرين قوي، متشكرين قوي يا جماعة. ايه ده؟ يعني يا ده من خيرك يا اختي. لا بس ده كتير قوي. مش كتير، انا مطولة رقبتنا في وسط حارة العوالم، ده احنا كلنا فداكي يا اختي. تعيش يعني. العافية يا بلتي. اهلا. تعالي يا جمالة. تعالي يا نعيم. تعالي يا حبيبي. يو ايه ده؟
انا شايفه في فلوس بتتلم، يبقى اكيد في حاجه حصلت في حاره العوالي. طب مش تسالي يا جمالات؟ يوه يا قبلتي، واحنا من امتى بنسال في حاره العوالم ده ليه؟ ولا علشان ايه؟ على رايك عرفتي تربي يا عزيزه. تعيشي يا اختي. اقعدي بالعافيه يا مع الف سلامه، متشكرين قوي. قبلتي انا جبت لك نعيمه عشان تشوف شغلها. تعالي يا نعيمه سلمي على ايد قبلتي. اهلا يا ستي. يا مرحبا. يا مرحبا. ابوكي عارف انك جايه تشتغلي يا نعيمه؟ ايوه طبعا عارف. ولك اخوات؟ لا انا وحدانيه يا ستي. طب خديها يا جمالات على المطبخ. من عينيا. يلا يلا يا نعيمه. فرح عبد الحي زيارة. دي لازم جمالات. ازيك يا اخوات؟ ازيك يا جمالات؟ ازيك انت؟ انت اللي جابك؟ انا مش عايز حد يزورني. ليه يا فؤاد؟ ده انا اختك. اختك يا فؤاد. اختي ما تخليش واحد كلب زي برهان يمسك عليا ازله ويقول اللي قال. ده كلام يا فؤاد، اختك اشرف من الشرف. اغسل شيطان يا اخويا، ما تسمعش كلام حد. امال ايه اللي قاله ده يا جمالات؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه يا فؤاد؟ Thank you.
ايوه حاضر. سعدي. ايوه علي يا بنت. انا علي رق برق مع اللي برق معاه. ما مش فاهمه. هعمل معروف يا سعدي انا غلبانه. هعمل معروف يا سعدي انا غلبانه. دلوقتي لازم ترقي بمزاجك او غصب عنك. ايوه احزنك يا سعدي يا برولو. لا يا سعدي لا يا سعدي حرام عليك حرام عليك. لا لا اطلع بره عزيزة. ما تجيبش اسمي على السمك. اطلع بره يا راجل جعان. اطلع بره. اطلع بره يا راجل جعان. اطلع بره. نايمة. ايوه ستي. ايوه انا مش عيالك. كنت معاك ما تفتحيش الباب وتدخلي حد هنا. والله يا ستي هو اللي دخل لوحده. يا خلاص يا عادل يمكن ما كانش تقصد. اذا ضربتنا يا جمالات عشان خاطر بنت شغاله. ما انت اللي غلطان. ولا لهم ما حصل لك عليه. دي مهما كان برضه عزيزه ما شاء الله. اللي خلاها مغرقنا من ساسنا لراسنا. مش كفايه اخويا اللي حصل لها. عشان خاطر اخوها يعني؟ لا تطمني. هتنزل الشغل من بكره. ايه؟ انت بتتكلم جد؟ مين اللي قالك؟ الواد توفيق ومرسي الانونجي بعت لهم يوم امبارح عشان يلمهم. المشهوم بتاع فؤاد. نعيمه تعالي يا نعيمه. اي ستي تعالي. نعم. تعالي. ما تزعليش فيا يا نعيمه. انا كل ده خوف عليكي يا حبيبتي. خايفه عليكي من كلاب السكن. خلاص يا ستي. تزعليش مني. زعلانه يا ستي. خلاص. خلاص. تزعليش يا نعيمه. انا خايفه عليكي. والله زمان يا حد العوالم. صباح الفل يا ريما. صباح القشطه. صباح الجمال. صباح الهنا. نهارنا نادي ان شاء الله. يا جمالات. ايوه يا بنتي. تعالي يا حبيبتي علميها الرقص. من عينيا. قولي يا روح قلبي. من عينيا يا ست الكل. طمني. يلا يا عم. Thank you.
50 جنيه عربون والباقي يوم الفرح. وهو الفرح امتى يا عاصم بيه؟ يوم الخميس الجاي. اهدي بس يا ابنتي، يوم مش كده امال هعيط انا كمان يا خليل. اهدي بقى عشان خاطر. ازيك يا بنات؟ ان شاء الله تسلم يا اخويا. ازيك يا شويه؟ عامل فيك ايه يا حبيبي؟ عامل فيك ايه يا اخويا؟ ألف سلامة عليك، مالي يا ابنتي يوسف زي الفل أهو. أنا هقعد معايا بقى، أنا واخدة أنا مش هسيبي، أقعد معاك هنا في وقت. ممنوع يا ابنتي، أنتي نازلة يا أختي إنه في السجن. أهدي بس أنتي أهدي. مين؟ بيوم السايس؟ يا أهلا وسهلا يا ست عزيزة. أنت اللي جابك هنا؟ أنا جاي آخد الفلوس من نعيمة علشان خاطر أشيلها لك. فلوس؟ اه جاي تضحك على البنت الصغيره تاخد منها فلوس؟ فيها ايه يا ست عزيزه بقى؟ فيها ايه؟ في عندك زي الشخط وجاي تستعبط البنت وتاخد فلوسها؟ يا راجل يا شخط يا اللي ما عندكش غيرها امشي اطلع بره. يا ست عزيزه ما عندكش غيرها اطلع بره. بقى كده يا ست عزيزه ماشي، انا هوريكي ما بقاش ده على راجل. خلاص بقى يا قبلتي حقك عليا. خلاص يا جمالات اندهيله. يا علي تعالى. هاك علي يا استاذ عزيزه بقى، هاك علي. خلاص خدي يا جمالات وقوموا اشتغلوا يلا. يا حنين انت يا ام قلبه حنين. بس يا بنت بلاش، يلا قومي شوفي شغلكي يلا. يلا يا علي يلا يا واد، ردت علينا يا اختي. يلا يا علي. Thank you.
I'm
ناس على نص الشارع عايزينك. هو مدام مش هتطلب حاجه امشي يلا امشي يلا ماشي. ها قلت ايه يا هيم؟ اشتغل على مركب سياحي، دي نطره كبيره قوي يا ست هاني. طبعا موافق. ازيك يا نعيمه؟ ازيك يا هيمه؟ فكرت في اللي قلت لك عليها نعيمه؟ واني بس هنعمل ايه على المركب يا هيمه؟ زيك زي كل البنات اللي بيشتغلوا. وسيبك من الخدمه في البيوت، انا هكلم لك جمالات كمان. خلاص اللي تشوف كده يا هيمه بقى دي اخرتها. هو انا قلت حاجه غلط؟ كل كلامك غلط يا اخوي. انا عايز اعرف بقى مين اللي وزك على كده؟ بصراحه ست رجاء صاحبه القهوه. رجاء اللي عند برهان؟ ايوه، اصلها صعب عليها انها ترمي في الشارع بعد ما تهد القهوه، فجابت لي الشغلانه ديت. وعايزنا انا ونعيم نشتغل معاك؟ مع كل شغل. اه يهبل يا عبيد، اصلك على نياتك. ما هو اما كده يا اما ترمي في الشارع. لا يا اخويا ترمي في الشارع احسن، احسن ما تترمي في السجن زي فؤاد. دي مصياده، دي مصياده يا هيمه. اسمع كلامي يا اخويا، اسمع كلامي وابعد عن سكه البهوات دي. طيب مساء الخير يا ست جمالات. اهلا يا نعيمه، خش يلا يا هيمه. يلا يا اخويا ربنا يهدك. ولا اقول لك استنى استنى، خد تعالى يا ولد، روح هات لنا عشا وتعالى اتعشى معانا، وسيبك بقى من اللي في دماغك ده، ورزقنا ورزقك على الله. اتحرك، هتعمل لي كده كتير. ماشي يا اختي. نعيم خد يا بنت، ابي قيسي شويه الحاجات دي. الله، ايه ده يا ست جمالات، ربنا يخليكي ليا يا رب، ما يحرمنيش منك ابدا، ويا رب يرجع لك فؤاد بالسلامه ويريح قلبك. اسلمي لي، بس بقول لك ايه، هو حد يلعب بدماغك كده ولا كده وتسيبي القسطه؟ اسيب القسطه ده كلام برضو. الا قولي لي هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 10:30. 10:30 يا لهوي، زمان قابلتي رجعت. بقول لك ايه، فوتك بعافيه انا بقى. يلا بالسلامه يا حبيبي. سلام، سلمي لي عليها. يا استاذ ست جمالات. يا جمالات. ايه؟ ايه اللي جاب الدين؟ يلا يلا روحي انت. تقعدي بالعافيه يا ست جمالات. جرار يا اخوي، جرار يا عالي. ايه يا اخوي، مش فاضلناها سيره؟ لا ما فاضلناهاش يا جمالات. لا يا اخوي كده يا سلام. لا انا فضلناها يا ست رجاء. يعني ايه؟ بترفض؟ ايوه، انا ما اشتغلش شغلانه اخرتها السجن. ومين قال لك بس الكلام الفاضي ده يا هيما؟ مالكيش دعوه، المهم ان انا اكون هبدقها وانا ما اشبعش شرفي وكرامتي كده. طب من بكره ما تروحش القهوه بقى يا روح امه. ست عزيزه، ست عزيزه يا ست عزيزه، يا نهار اسود. ست عزيزه، ست عزيزه، ست عزيزه، ست عزيزه، ردي عليا، ردي عليا ست عزيزه. في ايه؟ طيب طيب الحقيقة ست جمالات. ايه يا بنت ايه؟ ايه يا بنت ايه؟ ست عزيزة مالها؟ يستدعى كل من نعيم عوف البلتاجي وعلي السيد حمودة وجمالات السيد حمودة وبيومي احمد السايس. قولي يا علي، كنت فين يوم السبت من الساعه 8 للساعه 11 بالليل؟ من 8 ل 10 بالليل كنت عند ابراهيم بن حسن، روحت على البيت لقيت اختي جمالات قاعده، فقعدت معاها ساعه الباشا. روحت الساعه كام بالظبط؟ 10:30 تقريبا. مفيش حاجه اسمها تقريبا، بالظبط 10:30 تقريبا يا بيه. تعال تعال هنا بقى، محدش هيعرف مكانك. ايوه يا ست جماليه، بس انت مركز دم في كل اللي بيحصل ده. لا انا عارفه كل حاجه لان كنت معايا، علشان كده مش هخلي حد يطولك. انا ممسوك اللي عمل كده. اسمع اللي بقولك، اوعى تفتحي لاي حد، محدش معاه مفتاح غيري انا، فاهمه؟ حاضر حاضر، هسيبك بقى دلوقتي شوية. الناس بيقولوا انك اتخانقتوا مع بعضك وهددتها. انا دي انا اتخانق؟ ده انا حتى يعني حياتنا نص من ادم سعاده الباشا. وبعدين ايه، لو ضربتنا سعاده الباشا ما اقدرش اجيب عيني فيها يا سعاده الباشا. ليه؟ ايه اللي ليه بايه؟
ده لحم كتافي من خير يا سعاده الباشا. وبعدين كل حاطه عارف تشرب كده ليه؟ انت قلت لي يوم السبت كنت من الساعه 8 للساعه 10 فين؟ ما انا قلت لسعادتك يا ان انا كنت مع برهان بن حسن. ايه؟ يعني كنت معاه؟ هو جاي البيت الساعه 10 ونص؟ ايوه يا بيه، وتعشينا مع بعض انا وهو الله فيما الاهواك. طب انت كنت اقرب واحده للقتيله المخطوبه لاخوها فؤاد. تمام يا بيه. طب فين نعيمه؟ الله اعلم. بس صدقني يا بيه، البيت نعيمه غلبانه مش ممكن تعمل كده ابدا. امال هربت ليه؟ العلم عند الله يا بيه. دي جت لي ليلتها في حاله ما يعلم بيها الا ربنا، بعد ما نزلت من عند الساعه 10 بالليل رجعت وقعت على الخبر المشؤوم ده. تفتكري مين اللي قتل عزيزه ما شاء الله؟ الله اعلم. ما اقدرش اظلم حد يا بيه، ده حتى ربنا اسمه العادل. طب مين اللي اتعشى معاك ويبيها؟ الواد هيما القهواجي. طب العشاء كان ايه؟ هيكون ايه يا بيه؟ شويه كبده ومخ ومخالب. ولما نزلت ما قابلتش نعيمه في سكتك؟ لا يا بيه. هو فضل معاك ولا نزل؟ لا، فضل مع جمالات وانا نزلت القهوه اشرب شاي لان ما كانش عندهم سكر. وانت بقى عشان انا بحب الشاي السخن وسكره كتير. جمالات الف سلامة يا فؤاد. امال عزيزه فين؟ حسيت الدنيا خوف. ايه؟ عزيزه ماتت؟ ماتت. مين يا مين يا ايمن قتلها؟ قلت لك ما تخرجيش من الاوضه احسن حد يشوفك. علي. ايوه علي، انا كنت متاكد انك مخبياها هنا. انا وحيت ابويا مظلومه، انا دخلت لقيتها مقتوله. انا بكلمه صغيره اجيب لك البوليس لحد هنا، لانك انت الوحيده اللي لها بصماتك على السكينه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ ولا فيها لبساكي لبساكي، لكن انا بقى ما اعملهاش. عارفه ليه؟ مش عشانك، عشان اختي جمالات متدفسه في القضيه. والقضيه لبساكي لبساكي. ادي تستر يا جمالات. علي. ايه يا جمالات؟ اديني مفتاح الاوضه علشان هرق مع الرق اللي برق معايا. اتجننت يا علي. المفتاح. بس لو ما كانتش هربت. لانها مظلومه يا هيما. عارف انها مظلومه، دي بنت غلبانه وانا عارفها كويس. وعزيز قتل بيد قويه. وللاسف مفيش دليل على اللي قتلها. والبوليس ما حمتش، بيدوروا عليها لانهم لقوا السكين، لقوا بصماتها على السكينه. يا ترى انت فين يا نعيمه؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هحميها. جدع جدع يا واد يا هيبه. انت عارفه طريقها؟ اه. ربنا يخليك ويستر عرضك. مبسوطة يا نعيمة؟ سعدي احنا امتى هنتجوز؟ نتجوز؟ ايه يا بنت؟ انت عبيطة يا بنت؟ مش الجواز حتة ورق اهو. طب ما انت مراتي قدام ربنا. يعني ايه؟ مش هتستر عليا؟ طب ما انا ساتر عليك اهو. ما هو يا بنت؟ ده لا البوليس يعرف لك طريق ولا حد يعرف لك طريق. خلاص يا سعدي اعمل اللي يريحك. انا بكره اعلمك الرقص واخليك احسن رقاصه. ايه رقاصه؟ انت يا انت يا انت يا
واحد اللي فوقش. لا اله الا الله. انا لازم اخرج من هنا يا حسن. تهرب؟ لازم ادور على الست اللي قتلت اختي واعرف هي قتلتها ليه. يعني يا فؤاد هتهرب من هنا من سجن صغير هتخرج على سجن كبير وهي الحكومه مش هتسيبك. يعني يا فؤاد يعني. عقل يا حسن. خلاص هتجنن. هيمر تعالى. تعالى يا هيمر. اتفضل. خد يا هيمة دول عشان تروح تدفع حق عهودك الجديدة، ودول عشان تفرقهم زي كل مرة على المساكين الغلابة. يلا. بس ده كتير قوي. كتير ايه يا ولد؟ انت اتجننت ولا ايه؟ وانت ناسي ان احنا اخوات؟ انا يا هيمة مهما عملت معاك مش حاضر قوي في الجميل اللي انت عملته معايا. يلا يا هيمة. تمشي دلوقتي وترجع في وقت تاني. انت شايفه كده؟ يكون احسن يا علي. يلا. يلا. يلا يا علي. تعبان هيلف حواليها لحد ما يكشفها. ما انا عايز اعرف بقى ايه اللي بينك وبين برهان؟ المهم من هي تبعد عنه. يا سلام. خايف عليها ولا بتغير؟ ولا انت بتحب نعيم؟ لما انت بتحبها يا ولد هي كانت قدامك، ما جوزتهاش ليه؟ ها؟ طب تعال تعال اقعد كده واستهدى بالله. أنا هروح أكلمها وهخليها تبعد عن سكة برهان ده. بنت عزيز عليا قوي. أنت دخلت هنا إزاي؟ الكلام ده مش ليا يا دارة. أنا أدخل وقت ما أنا عايز وأخرج لما يجيني كيفي. لا يا حبيبي، الكلام ده كان زمان يا أخا. ابعد عني وأوعى تلمسني. أنا بكره كل حتة في جسمي لمستها بإيديك. مسكين عليا، كنت غيرت جلدي زي ما بغير دمهم. الله 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 الله. ده أنت بقيتي قوية أوي يا دارة. من بعد ما عندكم يا سعال. إحنا بقى عندنا حاجة. ما أنت خدت كل حاجة. بس انا بقى ليا حق. حق؟ حق ايه يا ابو حق اللي انت جاي تكلمني عليه يا حبيبي؟ حقك ده انت اخدته من زمان ايام اوضه السطوح، فاكرها يا علي؟ ها؟ ودلوقتي بقى اتفضل من غير ما ترد عشان انا جايه تعبانه وعايزه انام. ماشي؟ مع السلامه يا سعالي. Thank you.
فيك يا ابو علي؟ عقبالك. الله يخليك، انا لسه عليا بدري. استحمل يا راجل. يا عم السجن من غيرك هيبقى سجن. العمر جاهز لفوق. متشكرين قوي يا رجاله. انا هديته بالعافيه. انا عايز اعرف هو عاوز مني ايه؟ على اخويا انا عارفاه كويس، لما بيفيد بيه ما بيعرفش حد ابدا. والمطلوب ايه؟ تبعد عن سكه برهان. لا يا جمالات، انا مش هبعد عن برهان. يو جريء نعيمة، ابعد عن الطيار يا اختي. انا مش عارفه، انا مش عارفه ده خوف منه ولا خوف عليا ولا ايه بالظبط. اسمعني يا جمالات، انا ارتباطي ببرهان عشان اديله جزء بسيط من جميلك عليا انا. جميلي تنول علي. فؤاد كفاره يا راجل. هنا ما انا قلت لك انا ما تسالش يا داره. انت عايز ايه؟ عايزك انت، لان انا اللي عاملك يبقى انت من حقي. انت ما بقاش غيرك انت كمان يا سيالي يا رق. ده بعيد عن شنبك يا حبيبي، وبقول لك ايه، ابعد عني احسن لك. كده بكره تندم يا نعيمه. اوعى تنطق الاسم ده على لسانك، انت فاهم؟ ليه؟ مش اسمك ده بتاع زمان ولا هتتبر منه؟ انا جبت لك المهر معايا. ابعد عني، انا ما اقدرش ابعد عنك، لان لازم احميكي زي ما كنت بحميكي زمان. فؤاد خرج من السجن. خرج؟ ايوه خرج، وبدور على اللي قتل اخته. تحب اقول له انت مين؟ ده البوليس كمان بيدور. اه يا ندل يا حقير يا سافل. ايوه ايوه كده، اظهر وبان على حياتك يا سي علي. انا على عينك يا تاجر، دور الباقي علم الداريه في بدله راس واسم ايه؟ عيره. الاسم ده اللي عامله من اختراعي، فاهمه يعني ايه من اختراعي؟ وزي ما طلعتك فوق انزلك تحت. انا علي رق، انا علي رق برق مع اللي برق معاه، وبكره الرق هيرق. ده بعيد عن شنبك يا سي علي. هتندم هتندم يا نونا. سامحيني يا عزيزه، فعلا كنت غلطان. مش كده، البوك عمره ما هيرجع اللي فات. هي البنت اللي قتلت عزيزه لسه هربانه. صدقني يا اخويا البنت مظلومه. هجيبها يا جمالات، هجيبها هجيبها حتى لو كانت في بطن امها. ما اعرفش انت طالع برهان فين وليه عامل معايا كده؟ انا ماليش دعوه بكل اللي حصل ده يا فؤاد. فين هو فين ولا خلص عليه؟ هقول لك يا فؤاد. انا بحب نعيمة، هو بيحب نعيمة. أنا بحب نعيمة، وهو بيحب نعيمة. نعيمة بتحب مين؟ نعيمة 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 عسل ونعيمة عسل. ده أنا عالي عالي يا نعيمة. نعيمة الحقوها، الحقوا نعيمة، الحقوا نعيمة. نعيمة هتكلم الظهر. نعيمة 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 نعيمة. معقولة حالته وصلت للدرجة دي؟ مش هيهدى نعيمة يا اختي الا لما يشوفك. اسمعني يا هيمة، انا عندي مشوار صغير هروح اعمله واجيلك على طول. اجي معاك. لا يا هيمة، المشوار ده لازم اعمله بنفسي.
ولوحدي. طيب هاني يا لهوي ليه؟ الف سلامة، هجيب لك دواء حالا. ايه يا جماعة قلت لك خير في ايديكي، ربنا ينتقم منه. ما قلت لك بلاش، دول هندا سكته كلها شوك. اسند نفسك. ها ما لقيتوش برضه هنا؟ دورت عليه في كل حتة. يا ربي بس اعمل ايه؟ يا ترى مختفين يا علي. يا ابو البيت يا جماعه هو عيل صغير ما تعرفوش علي، انا مش في حالته الطبيعيه. ما يكونش في الاوضه يا منها لله، ربنا ينتقم منها. المهم وبعدين؟ المهم ان انا اتبهدلت في النيابه بسببها بهدله، ويا ناري لو يطلع. اسر الكلام ما تعرفش مكانها. ما هو لو ابوها عايش كنت قلت ان هو اللي مهربها، انما الراجل مات بحصرته بعد ما البوليس جاء وجرجروه على النيابة هو راخر. بيومي انت معاك عنواني، لو عرفت مكانها لازم تديني خبر. نعيمة عيطي عيطي يا نعيمة، يمكن العياط يخسر همومك. فؤاد روحي انت، روحي يا حبيبتي. مين دي؟ دي نانا. Ha ha ha!
نعيمة، الحكومة بتحب نعيمة. احنا عارفينه هنجوزها لك يا علي. ايه اللي عارف حرام عليه؟ الراجل يحقتلها. يا اخوانا ما حدش يسيل اعصابه، الظاهر عليه انه مش واعي. تعالى يا علي، ما تخافش يا علي. علي مش كده يا علي؟ اللي هيقرب لي هقتلها. سلم لي يا نعيمه يا علي، انت عارف انها مطلوبه زي ما انت عارف. اذا فاكر انها قتلت عايزها ما شاء الله. امال مين اللي قتلها؟ انا اللي قتلتها. انا اللي قتلتها. بس انت مش عارف. انا طب لعيبة 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 لعيبة.